السلام عليكم. يا مرحبا. كيف حالك يا حاج؟ شو اخبارك؟ شو امورك تمام؟ شنو حركة شنو المدينة شنو وضعها؟ والله المدينة واقفة ما فيش حركة. ما فيش أي حركة. نوعا ما تعتبر آمنة؟ نعم؟ نوعا ما تعتبر آمنة؟ والله 50% 50% آمنة. شنو داير درع ليبيا في الكفرة؟ والله درع ليبيا في الكفرة في الوقت الحالي فعلا يعني قايم دور كبير مأمن المنطقة قاعد يعني واقف وقفة جدية صحيحة يعني. سلم الله البلاد يحفظ ربي يحفظك. شكرا سيدي. سلام. السلام ورحمة الله. كيف أنت؟ شو أخبار يا حاج؟ شنو أمورك؟ الحمد لله بخير. شنو أخبار وضع البلاد يا حاج؟ والله إن شاء الله كويس. الحمد لله. ما شاء الله. شنو درع ليبيا مقصرة معكم في الحاج؟ لا ما شاء الله عليه والله. الأمور تمام إن شاء الله. الأمن والإيمان. إن شاء الله يسلمك. والسلامة في الأبدان. إن شاء الله. إن شاء الله ربي يريح البلاد والعباد. آمين يا رب العالمين. آمين. السلام. لا ما شاء الله عليه ربي يحفظه إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ تمام والله. ايش تحكي لنا على وضع الكفر؟ والله يا خالي وضع سيء عرفت؟ ما نحكي لك ايش بك يا اخي. شوف المحلات مسكرات وتشوف مضيمة فيه. كم يوم مسك والله مضيمة. في اللي عزايز كبار عرفت؟ الكفرة كلها كان شيء الحي يا ضايم ما تدريش بس. الكفرة كلها وضع. قبيلة قبيلة. الحي الوحيد ما فيش ضيم. وفي اللي عزايز كبار عارفين الصين الضغط وهنية مش عارف كيف. شنو بالنسبه للثوار ديال ليبيا شنو وضعهم؟ والله وضعهم ما الحمد لله وضعهم ما وماشي امور طيبه ماشي امور تشوف فيه ماشي البلاد امور مليانه والله يا راجل وضع سيء المشكله عندنا نحن جوا في الحي لنا قريب خمس ايام من الضيم الميه عزايز فين الصبح عيال صغار وتعال شوف الحي تعال شوف الحي لا عندنا الضيم لا عندنا ميه وعزايز كبار عندهم ضغط وعندهم سكر وعيال صغار وناموس وحشاكم وجاري والله سكنا راهو زي الزفت ما شاء الله خير يا راجل والله اكبر والله عاشت ليبيا حره بي السلام ورحمه الله نطلب من المسؤولين الامن والامان يا عمو والله يا عمو نطلب من المسؤولين الامن والامان وبلادنا محتاجه الناس تقومها وتبنيها وتبني سواعدها وتبني بجنيه خير من القتل وخير من اللي الليبي خلوه والبران يطلعوه نحن ناس قاعدين بالامن والامان والحمد لله وليبيا حره ونوصل صوتي للمستمعين والناس كلها وان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يهدي الوضع وتهدى النفوس وتبوا اخوتنا عرفت واللي مشخونا دائما نبوش نحن يا عمو السلام عليكم ليبيا حره
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا. انا وسهلا. عن وضع الكفره يعني. والله هدوء، لكن فيها هدوء بحضر شويه، في حضر. المدينه شنو ناقصها؟ والله شوف تشوف، لا في دراسه، لا في مستشفيات يعني متكامله، ولا فيها امن متوفر متكامل، يعني فيها نواقص واجدة يعني. بالنسبة لأهالي كفرة كيف ينظروا لثوار قوات الدلاع ليبيا؟ شنو النظرة اللي تقول؟ والله نظرتهم نظرة باهية يعني. مش هل عند يعني هل قايمين بعض الدور في ناحية العالم؟ لا، قايمين ببعض الدور، ودور كبير يعني باخذين يعني، وبارك الله فيهم، مش مقصرين. بارك الله فيك. يسلمك. شكرا شكرا. السلام عليكم. هواك مبروزة. هواك مبروزة. شو الوضع الكفرة؟ شو تحكون عليه؟ الوضع الكفرة تفاح على تفاح، الوضع آمن. تقدر تداور فيها بروحك الكفرة مكان مكان، شارع شارع. الكفرة تو وضع آمن. لا بس بالنسبة للناس، بحكم أن أنت أحد أفراد قوات الدلع ليبيا، يعني يقولوا أنه ما زال فيه نوع من الخوف. في نوع من الخوف، لأن الأيامات اللي فاتت طبعاً مش سهلة. كانت في اشتباكات عنيفة بين الجيش والعصابات المسلحة، ولكن ما زال العائلات طبعا عندها ردة فعل اكيد، لكن ان شاء الله نقول الوضع تمام خلال اليمات هذه، ما يعني تأمل جميعا عن حال كبرى ان شاء الله. ان شاء الله. الله اكبر. السلام عليكم. مرحبا شيخ. شو اخبارك؟ شحكينا الوضع كفرة. وضع الكفرة اللي تأسفنا الواحد، وتأسفنا جدا جدا، ان الكفرة وكأنها في قارة اخرى مش في ليبيا. شنو رسالتك؟ الرسالة ان المفروض الليبيين يفهموا ارضهم، ويفهموا شعبهم، ويفهموا تركيباتهم، ويفهموا نسيجهم الاجتماعي، ويعرفوا هم وين على الكرة الارضية. للأسف ان القنوات والفضائيات الليبية وبعض الاشخاص الليبيين يقولوا في كلام بعيد عن الواقع وعن الحقيقة. الكفرة يتكلموا كان الكفرة جزء مش من ليبيا ولا في قارة ثانية. مهملة الكفرة وسايبينها، وما حتى المشاكل تحصل فيها لها كم يوم، ماتت ناس ودفننا ناس، تولى الآن في حدود 60 شهيد، ما فيش مسؤول جاء الكفرة بكله، حتى اللي جاء انحرف للأسف. بالنسبة لثوار قوات درع ليبيا شو الوضع؟ واضحهم لولا ثوار درع ليبيا لكان الكفرة تعتبر من جزء من التشاد، قطعة من التشاد، ما هيش من ليبيا. نسأل الله لا من لا مالس. الله يبارك فيك. مشكور يا باشا.